في عناوين النشرة: انطلاق المرحلة الثانية من عملية التبادل بين حزب الله والنصرة. قائد الجيش في أمر اليوم: أنتم من يضع الخطوط الحمر. الجميل يبحث في بعبدة مسألة الضرائب. ونطلب منه رد هذا القانون. توقيف خلية لداعش في طرابلس. لبنانيون متهمون بالتخطيط لتفجيرات أستراليا. أهلا بكم. في اليوم الثاني لعملية التبادل شقت الحافلات طريقها في الجرود العرسلية بإشراف حزب الله والجيش اللبناني، وقد عمد حزب الله على تأهيل بعض الطرقات الوعرة تسهيلا لعملية المرور على أن تتم عملية التبادل في حلب. ومع طي صفحة إرهاب النصرة تتوجه الأنظار إلى داعش. وفي أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش قال العماد جوزيف عون للعسكريين إن الإرهاب هو نفسه، سواء أتى من الحدود الجنوبية أو من الحدود الشرقية، وأن الجيش هو من يضع الخطوط الحمر. وعلى جبهة قوى الأمن تمكنت شعبة المعلومات من توقيف خلية إرهابية لداعش في طرابلس. وبينما اللبنانيون منهمكون بمتابعة الأخبار الميدانية، زار النائب سامي الجميل قصر بعبدة مطالبا رئيس الجمهورية رد قانون الضرائب. إذن وبطبيعة الحال البداية ستكون من جرود عرسال مع الزميل رامز القاضي لمتابعة آخر مجريات عملية التبادل بين حزب الله والنصرة برعاية الأمن العام والجيش. رامز، قبل قليل أطليت معنا مباشرة على الهواء وتابعنا معك انطلاق الحافلات لتقل مسلحي النصرة وعوائلهم، هل وضعتنا الآن في صورة وتفاصيل عملية التبادل؟ يمكن القول أن الجزء الأول من الباصات أو الحافلات قد انتقل بالكامل إلى عقبة الجرد، حيث نقاط الجيش اللبناني ومنها يتم مطابقة الأسماء، وبدأ المسلحون بالصعود إلى الباصات. هذا الأمر أخذ يعني حيز كبير من الوقت منذ صبيحة هذا اليوم، نظرا إلى العدد الكبير وما يستدعي مطابقة الأسماء، وبالتالي كل هذه الأمور اللوجستية أخذت وقت كبير. تجري هذه العملية أو المرحلة الثانية بإشراف الأمن العام اللبناني. قرابة 70 حافلة أو باص دخلت إلى عقبة الجرد، كانت متجمعة في هذه الناحية، سلكت الطريق، سنشاهد بعد قليل الصور التي كنا قد بثيناها طيلة هذا النهار. هذه الباصات 70 دخلت إلى عقبة الجرد حيث الجيش اللبناني، ومنها إلى مكان تجمع النازحين. على الأغلب ستبدأ بعد قليل، لأن الآن بحسب المعلومات تكاد تفرغ يعني الجهات هناك المخولة الإشراف على اللوائح الإسمية من الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني من الانتهاء من الأمور اللوجستية. هذا الأمر قد يشير بعد ساعات من الآن أو بعد وقت قليل ببدء سلوك هذه الحافلات هذه الطريق، هذه المرة صعودا باتجاه تلة الرهوي هنا، وصولا إلى فليطة في الجانب السوري. نحن نتحدث عن 8 ساعات من هنا من وادي حميد باتجاه الجانب السوري ستسلكه هذه الحافلات. أشير إلى أن على المقلب الآخر لم ينتهي، ليست هذه هي فقط الحافلات 72 أو الحافلات 70، هناك 82 حافلة في فليطة السورية، ما أن تدخل هذه الحافلات إلى الجانب السوري حتى تبدأ المرحلة أو الجزء الثاني من المرحلة الثانية. أيضا يتكرر السيناريو، تدخل تلك الباصات وتتجمع في نقاط ريثما تصل إلى عقبة الجرد، ويصعد إليها الجزء المتبقي من المسلحين، وهم نصف المسلحين تقريبا، نصف المدنيين والمسلحين وعائلاتهم، لأن عدد المسلحين لا يتجاوز تقريبا 500 مسلح، لكن نحن نتحدث عن
8000 مدني من المدنيين النازحين من عائلات المسلحين وممن أرادوا أيضا المغادرة. هذا الطريق ستصل هذه الحافلات إلى حلب وتحديدا إلى ريف حلب الغربي، تحديدا عند نقطة الراشدين، آخر نقطة بتماس مع المسلحين هناك، تماس الحكومة السورية. وطبيعة الحال وجود ممثلين لحزب الله، لأنهم سيستلمون هناك الأسرى اللبنانيين الخمسة للحزب الذين كانوا قد أسروا عام 2016 في شمالي حلب، وبالتالي سيجري نقل الأسرى اللبنانيين من هناك إلى مناطق الحكومة السورية ومع حزب الله وصولا إلى الأراضي اللبنانية. هذه العملية تتم بإشراف الأمن العام اللبناني، وأيضا هناك وجود للصليب الأحمر في عقبة الجرد ومكان وجود النازحين المدنيين السوريين، وأيضا هناك مرافقة، يعني ترافق هذه الحافلات سيارات لحزب الله حتى الحدود السورية، ومن هناك ستجري الحكومة السورية مطابقة يعني هذه الأسماء، فقط تشيك على اللوائح الاسمية ومنها المغادرة. أشير فقط إلى أنه كان هناك إصرار وسار هذا الأمر بأن يغادر المسلحون بأسلحتهم الفردية، كان هناك إصرار من قبل أبو مالك التلي بأن يغادروا بأسلحتهم الفردية، هذا الأمر سمح به، لذلك جرى نقلهم عبر هذه الطريق التي هي أصعب من فليطة، لأنها جزء اليسير فقط منها هي معبدة، أما الجزء الأكبر فهي طريق ترابية عمل على تسوية بعض من أجزائها حزب الله بآلياته وجرافاته تسهيلا لمرور هذه الشاحنات الكبيرة. لذلك أشير أن الدولة اللبنانية رفضت أن تمر هذه الحافلات عبر المصنع أو جوسي، نظرا لأن المسلحين أصروا أن يكونوا بسلاحهم أو بأسلحتهم الفردية. لذلك أوجز لأقول أننا أمام عملية طويلة الأمد، هناك أقله 8 ساعات لتبدأ الجزء الأول من المرحلة الثانية بالانتهاء، لكن هذا الأمر فقط مرده إلى الأمور اللوجستية وبعد المسافة الجغرافية، لكن من حيث الاتفاق فهو يسير بحسب مصادر هنا المتابعة لهذه العملية، هو يسير على ما يرام ولا شيء يعكر صفو هذا الاتفاق، وبالتالي فقط الأمور اللوجستية تأخذ مجراها. شكرا لك رامز من جرود عرسال، وننتقل إلى بلدة اللبوي مع الزميلة راشيل كرم، حيث تتحضر البلدة لاستقبال الأسرى المحررين بعد أن استقبلت جثامين الشهداء يوم أمس. راشيل؟ نعم شادي، يعني صحيح في منطقة اللبوي حيث نحن نتواجد، وإن كانت التحضيرات لم تبدأ بعد لوصول الأسرى أسرى حزب الله الثمانية، إلا أن الموضوع طبعا هو قيد الدرس من ناحية الوقت الذي سوف يتطلبه هؤلاء الأسرى للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وهنا تكمن بعض العقد لناحية أن هؤلاء الثمانية، لكي نفسر للمشاهد بشكل أوضح، أن الثمانية ينقسمون إلى مجموعتين، الأولى هي المجموعة التي تضم 3 أسرى الذين كانوا قد أسروا بعد مباشرة بعد معركة الجرود، أي منذ تقريبا 5 أيام. هؤلاء ضلوا الطريق ووصلوا إلى المسلحين، ولم يكن خلال المعارك، وتحديدا أنهم ليسوا من العسكريين بل من مجموعات الاتصال المرتبطة بحزب الله. لذلك هؤلاء 3 سوف يأتون من جرود عرسال ويأتون عبر هذه الطريق وهي طريق اللبوي، وهؤلاء أيضا كما حدث بالأمس مع جثامين الشهداء سوف يكون لهم استقبال بطبيعة الحال كأسرى، إذا كان الاحتفال بالأمس هو لجثامين شادي، لأنه اليوم سوف يكون للأسرى، وهذا الاحتفال الذي قد يحصل، مع العلم أنهم ليسوا من المنطقة، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن 5 الباقين الذين كانوا قد أسروا عام 2000، 3 منهم كانوا قد أسروا عام 2015، ثم الرابع أسر بعد 4 أشهر، وكان الخامس هو من أسر عام 2016، إذن هم من أسرى حزب الله ليس في المعركة الأخيرة في جرود عرسال. إنما إضافة إلى هذا الموضوع، إضافة إلى هذا الموضوع، مكان الوصول لهؤلاء 5 الآخرين ليس معلوم حتى الساعة، وتحديدا أن المسافات بعيدة جدا شادي. لا أدري الزميل رامز القاضي إذا تمكن من شرح الجغرافيا التي سوف تبعد عن وصولهم إلى هذه المنطقة، ولكن لنقول بشكل سريع بأن قلعة المضيق وهي التي في ريف حماة، كان مفترض أن يكون التبادل بين حافلات مسلحي جبهة النصرة والمدنيين مقابل الأسرى الذين لن يتم الإفراج عنهم بشكل كامل
كامل مباشرة الثمانية في الوقت عينه، إنما سوف ينقسمون أسير ثم أسير ثم أسير مع دخول الحافلات رويدا رويدا. إنما هذا الموضوع كان مفترض أن يكون في قلعة المضيق التي تبعد عن إدلب، وهي معقل شبهة النصرة 130 كيلومترا، أي تقريبا ساعتين في السيارة، وأيضا طبعا نتحدث عن ساعتين في الأيام العادية أو في السيارة العادية، إنما طبعا بالمرافقة وإلى ما هنالك قد تأخذ أكثر وقت من الساعتين. إنما عندما كان هذا الموضوع في قلعة المضيق، وهي الأقرب إلى الحدود اللبنانية لناحية أنها في ريف حماة، إنما الموضوع تبدل وأصبح التبادل في حلب، في ريف حلب التي تبعد طبيعة الحال أبعد إلى الحدود اللبنانية، ما سوف يؤخر هذه العملية. وهذا ما يفسر شادي بأنه مناطق البقاع التي سوف تستقبل الأسرى لم تتحضر حتى الساعة، لأنه بالأمس عندما بدأت هذه العملية بدأت عند الساعة 12 ظهرا، وبدأ الأهالي بالتوافد وبالأناشيد وبنقل الأرز، وحتى من دون وصول جسامين الشهداء، إنما كان هناك نوع من انتظار طويل، يعني حتى الساعة 6 لعودة هؤلاء الشهداء. اليوم هم ينتظرون نقطة أو ساعة الصفر أو الإعلان أن الأسرى باتوا قريبين. لدى دخول الأسرى شادي كما سبق ذكرت بأن فقط شخص هو حسن طه من الهرمل هو أحد الأسرى، ولكن بالآخرين ليسوا من البقاع، لذلك سوف يتوجهون بهم إلى تحديدا إلى الجنوب. نتحدث عن عدة مناطق، نتحدث مثلا عن محمد مهدي هاني شعيب من الشرقية الجنوبية في الجنوب، محمد جواد هادي ياسين من مجد السلم أيضا من الجنوب، موسى كوراني من ياطر، وأحمد مزر من برعشيد. وهذا ما يؤدي أيضا بأن صحيح سوف يكون هنا استقبال، إنما على ما أعتقد بأن سوف يكون لنا أيضا فريق من قناة الجديد في هذه المنطقة وفي في 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 بلدات هؤلاء الأسرى لكي يتم الاحتفال بهم في هذه المناسبة. إضافة إلى هذا الموضوع، لأن الأمور قد تأخذ كثير من الوقت، يعني ليلا نحن ننتظر أن يأتي الأسرى وأن يتم هذا التبادل وأن تنتهي المرحلة الأخيرة من عملية التفاوض التي حصلت بين حزب الله وجبهة النصرة ليلا. إنما على مقلب آخر كان هناك زيارة أيضا لوزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي، وهو وزير القوات اللبنانية في الحكومة، أيضا صعد إلى جرود عرسال ثم توجه إلى جرود رأس بعلبك وأيضا منطقة القاع، وهي المنطقتين المسيحيتين في هذه المنطقة. كان هناك له وجود تحضيرا للمعركة التي يحكى بأن سوف تندلع بين الجيش اللبناني وبين تنظيم داعش. هذه الجولة هي إلى حد كبير على ما أعتقد قد تكون الأولى، إنما توقيتها في هذا الوقت له دلالات لناحية المعركة التي سوف تحصل. لذلك من حسب مصادر قواتية فهذا الموضوع مرتبط بدعم القوات اللبنانية للجيش اللبناني ولأهالي هذه المنطقة، بأنهم أيضا موجودون إلى جانبهم لكي يكون هناك إذا ما حصلت المعركة وساعة الصفر المحددة للمعركة الأخرى لتطهير الجرود كاملة. بالأمس حزب الله طهر الجرود من جبهة النصرة، واليوم على ما يبدو بأن أيضا المعركة بين الجيش اللبناني وداعش لتطهير كل جرود لبنان من الإرهابيين. ما هي ساعة صفر؟ طبعا هذا موضوع خارج عن أي نطاق معلومات، إنما خلال تواجدنا منذ نهار الجمعة في هذه المنطقة لاحظنا بأن تعزيزات الجيش هي كبيرة جدا، المعنويات كبيرة كمان أيضا بشكل مرتفع. نعم جدا رشان. المعنويات إنما ساعة الصفر لا ندري، إنما كان معروف شادي بأن مع عملية التبادل وانتهاء عملية التبادل كان هناك إصرار من قبل حزب الله وحتى الدولة اللبنانية بأن تنتهي قبل عيد الجيش التي يصادف غدا، وكان أيضا الحديث بأن معركة الجيش اللبناني مع داعش لن تحصل خلال عمليات التبادل. لذلك عندما تنتهي عملية التبادل متوقع أن تكون ليلا، علينا أن ننتظر عند إذن الساعة الصفر للمعركة بين الجيش اللبناني وداعش. نعم رشال، شكرا لك، حدثنا مباشرة من اللبوي. قائد الجيش العماد جوزيف عون يأخذ من مناسبة عيد الجيش منبرا للثناء على عمل الجيش والعسكريين في الميدان. وجه قائد الجيش العماد جوزيف عون أمر اليوم إلى العسكريين بمناسبة عيد الجيش، وقال: أيها العسكريون، يحضر عيد الجيش هذا العام وعيون اللبنانيين شاخصة إلى شجاعتكم وبسالتكم في الميدان، تقدمون تضحيات الجسام دفاعا عن أرضكم وشعبكم وعلم بلادكم، ويحضرون في هذا العيد أيضا عسكريون أبطال استشهدوا وآخرون أصيبوا أو اختطفوا على يد التنظيمات الإرهابية،
والإرهاب هو نفسه سواء أتى من الحدود الجنوبية أو من الحدود الشرقية، حيث أحكمتم خلال السنوات السابقة الحصار عليهم، واليوم تواصلون استهدافهم بقوة. أيها العسكريون، إنما قمتم به ولا تزالون من عمليات وقائية متوالية في إطار الأمن الاستباقي جنبت البلاد وأهلها أخطارا جسيمة في الأرواح والممتلكات، هو مداعاة فخر واعتزاز لجيشكم ولكل واحد منكم، ولأنكم كذلك فقد شكلتم الخطوط الحمر التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، لأنه تجاوز لمصالح الدولة ومؤسساتها، وتجاوز لسلامة المواطنين وحقهم المقدس في العيش الآمن الحر الكريم. أنتم ما يضع الخطوط الحمر أمام كل ما يحاول زعزعة الأمن والنظام وضرب المؤسسات والعبث بالحياة الديمقراطية روحا وممارسة. أيها العسكريون، إن في مواظبتكم على مواجهة الإرهاب وملاحقة العابثين بالأمن، في موازاة جهوزيتكم الكاملة لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وتعاونكم البناء مع القوات الدولية الصديقة تنفيذا للقرار 1701، ما يؤدي إلى حماية الدولة ومؤسساتها وتحصينها من أي خطر داخلي أو خارجي. أوقفت شعبة المعلومات 4 لبنانيين يشكلون خلية أمنية خطرة تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي، تنشط بين طرابلس والضنية، وضبطت مع أعضاء الخلية كمية كبيرة من الأسلحة وشرائح تتضمن خرائط مفصلة لمنطقتي الشمال والبقاع، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتواصلهم مع كوادر هامة في داعش في سوريا والعراق بهدف تنسيق عمل التنظيم في لبنان وخارجه أمنيا وميدانيا ولوجستيا وماليا، وبتخزين كمية من الصواريخ والأسلحة الحربية ووسائل الاتصال داخل أحد المستودعات في منطقة أبي سمرة في طرابلس بهدف استخدامها في عمليات إرهابية مستقبلية. إليكم آخر أوامر أبو مالك التلي. فقد نشر الإعلام الحربي شريط فيديو يظهر وثيقة مكتوبة بخط اليد كتبها التلي قبل فراره، وقد عثر عليها داخل منشأة في جرود عرسال، وتحمل الوثيقة في آخر سطورها اسم التلي وتوقيعه، ويقول فيها: يكلف الأخ أبو عبد الملك الغداري الإداري العام للجماعة إدارة قطاع فليطة، نرجو التعاون أبو مالك، في حال قتلت يتم تشكيل مجلس شورى ومن خلاله يعين أمير عام، المسؤول العام للقطاع والإداري العام. قال رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إن الاستشهاد يرفع الإنسان إلى مستوى القداسة، وإذ نتذكر اليوم شهداء جيشنا ننحني أمام أضرحتهم مصلين. وكان عون قد بحث في قانون الضرائب مع جمعية المصارف والنائب سامي الجميل. رأى رئيس الجمهورية ميشيل عون أن إقرار الموازنة خطوة ضرورية لانتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة ونفقاتها، لاحظا أنها يجب أن تدرس بروية بعيدا عن المزايدات السياسية والإعلامية، وذلك بعد أن وضع رئيس حزب الكتائب سامي جميل أمامه دراسة عن الواقع الاقتصادي اللبناني وأثار الضرائب التي أقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب والحلول البديلة، طالبا منه رده إلى المجلس النيابي لإعادة درسه، مؤكدا أن بين يديه وقف الكارثة التي ستلحق بالاقتصاد والطبقات المجتمعية. لأن رئيس الجمهورية عنده هالصلاحية الدستورية برد القوانين، نحن اعتبرنا أنه من واجباتنا نجي عند فخامة الرئيس ونطلب منه رد هذا القانون. فخامة الرئيس كان جدا إيجابي معنا بهذا الطرح، نحن نتأمل خير، نتأمل أنه فخامة الرئيس يلي سمعناه بعدة مرات عم بينتقد الطريقة يلي عم بتصير فيها هيدي الأمور وعدم دراسة هالضرائب هيدي وأثارها قبل طرحها، بما أنه اليوم في موازنة عم تتحضر في مبدأ شمولية هيدي الموازنة ووحدة الموازنة، نحن نتمنى أنه فخامة الرئيس يرد قانون الضرائب إلى المجلس النيابي، مع تأكيدنا على أنه هناك ضرائب يلي بتطال القطاعات يلي عم تعمل أرباح هائلة، إن كان الموضوع العقاري أو غيره، في 5 ضرائب محقة، إنما هناك 15 ضريبة غير مباشرة بتطال جميع شرائح المجتمع اللبناني، وهي هيدي اللي بتشكل خطر
على الاقتصاد اللبناني. كما التقى الرئيس عون وفد جمعية المصارف وبحث في الوضع المالي والاعتراضات الكبيرة التي تواجه التشريعات الضريبية الجديدة. موضوع الازدواج الضريبي الذي أثارته نقابات المهن الحرة والذي نصيره أيضا كجمعية مصارف، لأنه يتناول تشديد العبء الضريبي بشكل غير متوازن وغير مساوي وغير مضبوط بالنسبة لأرباح المصارف. فإذا كانت الضريبة ترفع من 15% إلى 17%، نفهم أنها 17% بالنسبة للمصارف ستكون حسب توظيفات المصرف بسندات خزينة، قد تصل إلى 40% من الربح، قد تصل إلى 50% من الربح. يعني كل مصرف حيكون ربحه ضريبته مختلفة عن المصرف الآخر، وهذا بالتشريع شغلة غير بالفعل غير سوية ويقتضي معالجتها. وتمنينا على فخامة الرئيس إعادة القانون إلى المجلس من أجل قراءة ثانية له. أما على الصعيد البيئي فالتقى عون وزير البيئة طارق الخطيب ووفدا من الحملة الوطنية لحماية الليطاني قائلا إنه سيدعو لاجتماع سريع مخصص لموضوع الليطاني والمباشرة بالعمل فورا، لأن الصحة العامة مسؤوليتنا. بعد الإعلان، محيبيب صامدة وعطشة. أهلا بكم من جديد. أصدرت قوى الأمن الداخلي تعميما بمناسبة عيد الجيش منعت بموجبه مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد بالاتجاهين اعتبارا من الساعة 5 صباحا ولغاية انتهاء الاحتفال، كما يمنع وقوف السيارات اعتبارا من منتصف الليل الاثنين على جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور مفرق جاليري متى، وعلى جانبي الطريق الممتدة من مفرق الجمهور جاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدة وفوق ساحة بعبدة تقاطع الحدث بعبدة مفرق سنوبرا مفرق بعبدة جسر صفير. رأى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أن مشكلته قد تكون عند البعض أننا موجودون، أما نحن كمردة فنقول أن الوطن بساع الكل وناسنا معنا في كل ظرف وحين، ونحن نعرف كيف تحتكمون إلى ضميركم وأنكم لا تقبلون لا بإلغاء ولا بإقصاء، لأننا من مدرسة واحدة وما مررنا به يؤكد أن المراكز على حساب الحلفاء رفضناها. وخلال لقاء مع وفد من أهالي بجنرفل في قضاء البترون قال فرنجية: لنا معكم علاقات تاريخية، وإذا ابتعدنا فابتعادنا كان إفساحا للمجال بل خدمة للبعض، ونعتذر عن أي تقصير والتقصير تعوضه المحبة، وأضاف: كل منافسة مشروعة إذا كانت إيجابية، أما السلبيات فلو خدمت البعض إنما مدمرة للوطن. وقال رئيس المردة: ندفع ثمن أخطائنا مرحليا ونكسب مصداقيتنا دائما، وفي الاستحقاق المقبل ستتكشف الأحجام نسبيا، مشددا على التمسك بالوطن والوحدة الوطنية لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف الجميع. محيبيب قرية حدودية تفتقر لأبسط مقومات الصمود، المياه. نفذ أهالي بلدة محيبيب في قضاء مرجعيون اعتصاما عند مدخل البلدة وقطعوا الطريق الرئيسية احتجاجا على عدم وصول المياه إلى البلدة منذ حوالي شهرين، رغم المراجعات الكثيرة ومناشدة المعنيين إعطائهم المياه ولو ليوم واحد. المافيات والخزعبلات، عفوا من كلمتي، والزعبرجية المي عم بيوزعوها هون وهون. هاي البلد صار 45 يوم ولا نقطة مي، وانت قبل شوي إذا شفت التركات عم تطلع، الناس عم تشتري، عم تشيل اللقمة من تمها لتشتري نقلة المي. نحن مواطنين موجودين على حدود إسرائيل فلسطين المحتلة، نحن بلا ما يساعدونا بمقومات الحياة، مش بالأكل والشرب، عم يمنعوا عننا حتى الشرب حتى المي. نحن تحت القانون مش فوق القانون، أي واحد متعدي على عيار مي يجي يشلوله إياه. وسط الأزمة الخانقة يضطر أهالي البلدة إلى شراء المياه من الصهاريج التي تجول طوال النهار في القرية. بيجونا الزعماء وبينزلوا كل واحد بده زعيمه وبيقولوا لنا انتخبوا، بس بلنا المي ما في عندنا لا زعيم بيسمعنا ولا نقب بيسمعنا. وفي أزمة مي، والمواطن هلا مع السعلين لا 30 ولا 20 ولا 25، المهم جيب له مي.
ومن بدك تخلق. حاول أبناء محيبيب رفع الصوت عاليا مطالبين الجهات المختصة حل مشكلتهم لكن دون جدوى، فالدولة غائبة عن تعزيز صمود أهالي القرية الحدودية بأبسط حقوقها بوجه العدو. مفتي الجمهورية يؤكد أنه لا يحفظ أمن عرسال إلا الجيش اللبناني. أكد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ثقته الكاملة بالجيش اللبناني، داعيا إلى دعمه بالعتاد اللازم للقيام بدوره الذي يقوم به كاملا في الدفاع عن الوطن والحدود. علينا جميعا أن نلتف حول المؤسسة العسكرية وندعو الدولة دائما إلى أن تزود هذا الجيش بكل عتاد ممكن من أجل أن يقوم بدوره كاملاً وهو يقوم في حفظ الحدود وحفظ الأمن وحفظ أمن المواطنين في لبنان. لا يحفظ الأمن في عرسال إلا الجيش اللبناني حصراً، ولا نريد من أحد أن يزايد على الجيش في هذا الموضوع. عرسال، أهل عرسال أمانة في أعناقنا وأمانة في أعناق الجيش وأمانة في أعناق كل اللبنانيين الأوفياء. أن الإرهاب والتطرف ليس من ديننا الإسلامي، وأننا سوف نحاول الدفاع بكل ما أوتينا عن سماحة هذا الدين واعتداله. كلام دريان أتى خلال مأدبة غداء أقيمت في دارة النائب السابق مصطفى هاشم، ودعا اللبنانيين إلى الوقوف مع الإجماع العربي ووحدة الصف العربية، موجها التحية إلى أهل القدس وكل فلسطين، ومهنئا بانتصار إرادتهم على إرادة العدو الصهيوني. بعد الإعلان دهس في لوس أنجلوس. قالت السلطات الأسترالية إنها لم تتمكن من كشف كل خيوط العملية التي كانت تستهدف طائرة ركاب في أحد مطارات أستراليا الرئيسية، رغم اعتقال 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم، فيما ذكرت صحيفة أستراليان أن الموقوفين 4 من أصل لبناني وهم رجلان مع ابنيهما. ولفتت الصحيفة إلى أن الرجال 4 أقرباء عن طريق الزواج، وأن سجلاتهم نظيفة ولم يكونوا معروفين أبدا لدى سلطات الأمن. ونقلت إذاعة SBS أن الموقوفين 4 هم خالد مرعي وعابد مرعي وخالد خياط ومحمود خياط. وكشفت صحيفة أستراليان أن التخطيط للعملية جرى داخل سوريا، وأن إسقاط الطائرة كان سيتم بتسميم ركابها بالغاز أثناء تحليقها في الجو. فيما قالت الديلي تيليغراف أن المتهمين كانوا ينوون استخدام فرامة لحم يدوية لإسقاط الطائرة بعد حشوها بمتفجرات مغطاة بنشارط الخشب. وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نتائج الانتخابات بالتصويت العظيم لدعم الثورة، وهنأ شعب بلاده بهذه المناسبة. وتعهد مادورو بأن تعمل الجمعية التأسيسية المنتخبة على إرساء السلام بعد 4 أشهر من احتجاجات المعارضة التي سقط خلالها أكثر من 115 قتيلا. وقد أعلنت المعارضة الفنزويلية عن رفضها لنتائج الانتخابات، ودعت إلى استمرار الاحتجاجات اليوم والأربعاء ضد إنشاء الجمعية التأسيسية. من جهتها نددت الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات واعتبرتها خطوة نحو الدكتاتورية، متوعدة باتخاذ إجراءات قوية وسريعة ضد حكومة مادورو. قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحفيين عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود المتكررة للمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي لقضية كوريا الشمالية لم تؤتي ثمارها بعد أمام تصعيد كوريا الشمالية للوضع. وأضاف آبي أن المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين بحاجة لأخذ الأمر على محمل الجد وأن يزيد الضغط،
وقال إن الولايات المتحدة واليابان ستتخذان خطوات تجاه إجراء ملموس، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. من جهته كتب ترامب تغريدة قال فيها إنه يشعر بخيبة أمل في الصين، وأن بكين لم تفعل شيئا للولايات المتحدة فيما يتعلق بكوريا الشمالية، الأمر الذي لن يسمح باستمراره. أصيب 9 أشخاص في لوس أنجلوس عندما اصطدمت سيارة فان بشاحنة واجتاحت منطقة مطاعم مفتوحة. وقال مسؤول بارز في الشرطة إن الواقعة هي حادث غير متعمد، ويحمل الحادث أوجه شبه مع هجمات نفذها إسلاميون متشددون بسيارات استهدفت المارة في العام المنصرم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد. وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء إن السائق أصيب وإن إصابته متوسطة. كان في النشرة انطلاق المرحلة الثانية من عملية التبادل بين حزب الله والنصرة. قائد الجيش في أمر اليوم: أنتم من يضع الخطوط الحمر. الجميل يبحث في بعبدة مسألة الضرائب ونطلب منه رد هذا القانون. توقيف خلية لداعش في طرابلس. لبنانيون متهمون بالتخطيط لتفجيرات أستراليا. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.